عندما يكون غذاؤك آمنا بعيدا عن المعلب أو المستورد، هنا يمكنك أن تجعل طرق الحياة مستدامة أكثر من أي شيء آخر. ولو لم تكن القاعدة كما تقدم، لما خصص المعنيون يوما عالميا لسلامة وحماية الأغذية. من الإنتاج إلى الحصاد والتصنيع والتخزين والتوزيع، وصولا إلى الإعداد والاستهلاك، مراحل أساسية للمنتجات المحلية تصارع اليوم من أجل البقاء أمام غزو المستورد للأسواق العراقية. حقيقة اليوم المنتجات الأجنبية تغزو الأسواق العراقية بشكل كبير جدا، وللأسف هذه المنتجات أثرت بشكل واضح على المنتج المحلي. احنا اليوم نعاني بشكل عام من فقر المنتج المحلي، على اعتبار انه كثير من الصناعات العراقية عطلت بسبب ظروف الحرب والتداعيات التي جت فيما بعد، لكن حتى المنتج المحلي الذي باقي على الساحة اليوم هو حقيقة يعاني ما يعانيه بسبب المنافسة القوية للمنتجات الأجنبية. لذلك اليوم نحتاج حقيقة وقفة جدية وحقيقية لدعم المنتج المحلي. إحصائيات رسمية سنوية حول العالم تتحدث عن تسجيل 600 مليون حالة من الأمراض سببها الغذاء غير الآمن، ما يعني أن صحة الإنسان مرتبطة بالازدهار الاقتصادي للبلدان. طبعا الصناعة المحلية يعني محصولاتنا من القمح، من الطماطم، من الخضار، من كل شيء طبعا نشجع عليه، بس بسبب قلة دعم الفلاحين ويعني بسبب يعني ظروف قاهرة مرت بالبلد، تعرف انت كل زين، يعني قرانا، نواحي مالنا، أقضية مالتنا مرت بظروف صعبة. طبعا بهالحالة صارت الحاجة الى طبعا اي شيء يصير الطلب عليه زايد فيرتفع سعره. وما اليوم الدولي هذا الا فرصة للتقليل من عبء الأمراض التي تسببها الأغذية على مستوى العالم. نطالب من الحكومة على تفعيل المنتج المحلي بدال غير المنتوجات، لأن أثر على السوق صراحة تأثيرها السلبي كلش على الناس. يعني إحنا صراحة خاصة يعني من يصير استيراد من الطماطم، من الفواكه، من اللحوم، خاصة اللحوم الهندية من تشنا أنواع الأشكال. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من ثمار مرابعنا الخضراء، أنعشوها لتنتعش أجسادكم. عبد الله العامري، قناة الفلوجة.